اهلا بكم مشاهدينا الكرام الى حلقه جديده من حصه البلاد اليوم في حلقه اليوم التي نقسم جزئيها الى موضوعين ربما في الاجمال ستكون حلقه اقتصاديه لكن في الجزء الاول نتحدث حول قانون المحروقات في الجزائر حديث لرئيس الوزراء احمد ويحيى او الوزير الاول احمد ويحيى امام البرلمان والذي تحدث على ضروره ايجاد قانون محروقات بديل هذه المرة حتى يسمح باستغلال الطاقات الغير التقليدية ويقصد اساسا الغاز والنفط الصخري نتحدث حول الجدوى الاقتصاديه لهذا النفط الصخري نتحدث ايضا حول حديث وزير الطاقه السيد جيتوني والذي تحدث على ان الشركات الاجنبيه العامله في قطاع المحروقات لم تعد تغريها عروض الجزائر البتروليه تحدث ايضا حتى عن تغيير في قاعده العمل الجبائي مع هذه الشركات في محصله نتحدث حول واقع قطاع النفط في الجزائر بين طاقه بديله وطاقه غير بديله طبعا في موضوع اخر حول هذا الجانب الاقتصادي، نتحدث ايضا حول الصيرفه الاسلاميه في الجزائر، اين هي؟ اين وصلت؟ وما هي اهم العقبات التي تعترضها؟ خصوصا مع زياده الحديث عنها في الاونه الاخيره كإحدى البدائل لحل الازمه الاقتصاديه، وايضا حتى نتمكن من استقطاب المبالغ الماليه الكبيره والهائله براي الخبراء والمتابعين الموجوده في السوق السوداء موضوعنا الثاني نتحدث فيه حول السياحة الصحراوية في الجزائر هل بعدما استطاعت دول الجوار وتونس أساسا ودول أجنبية مثل إسبانيا وتركيا أن تستقطب ملايين السياح الجزائريين خلال موسم السياحة الصيفية هل ستستطيع الجزائر أن تعيد الاعتبار إليها كوجهة سياحية في الصيف في الشتاء وفي السياحه الصحراويه التي ترتبط بهذا الفصل، اذا هذا موضوعنا الثاني في موضوعنا الاول حول قضيه الغاز الصخري وتصريحات وزير الطاقه حول الشركات الاجنبيه واعاده النظر في الجانب الجبائي في العلاقه مع الشركات الاجنبيه، يحضر معي الدكتور حميد علوان استاذ اقتصاد بجامعه الجزائر، اهلا بك دكتور علوان معنا في البلاد اليوم. اهلا وسهلا وتحيه سلام المشاهد الكريم اهلا دكتور اذا عوده الكلام حول الغاز الصخري في الجزائر هذا الموضوع الذي اثار الكثير من الاهتمام واثار الكثير من الجدل في نهايه عام 2014 وبدايه عام 2015 حتى قررت الحكومه واعلنت ان استغلاله مؤجل لما ياتي الوزير الاول احمد يحيى ويتحدث على انه لا بديل لنا إلا باستغلال هذا النوع من الطاقة غير التقليدية وأيضا وزير الطاقة مصطفى قطون الذي تحدث وقال أننا ماضون نحو استغلال الطاقات الغير التقليدية في أي سياق هل هو آخر الحلول أو من المفاتيح التي لم تعد كثيرة لحل هذه الأزمة شكرًا جزيلًا أولا ما قمت به في مقدمتك سيد الصحفي المحترم هو ان اليوم الجزائر تبحث على بدائل لتمويل الاقتصاد الجزائري ولمواكبه سيروره الدوره الاقتصاديه بطبيعه الحال باهداف قصيره متوسطه وطويله المدى ان الجزائر اليوم تبحث على بدائل لتمويل اقتصاد بديل لان ما يخفاش على الجميع ان تنويع الاقتصاد الجزائري عبر عدة مراحل وعبر عدة حكومات لم توصل إلى الأهداف المرجوة واللي ينتظرها الجزائري في دولة كالجزائر في في منطقة كالجزائر في منطقة استراتيجية جدا يعني عندها إمكانات باطنية تحت الأرض فوق الأرض وحتى هناك طاقات بشرية كيف نستغل كل هذه المعطيات وتوظيفها في تفعيل الاقتصاد الجزائري. ثانياً لما نتجه إلى نحو هذه الطاقة اللي هي غير تقليدية وربما هي ما يعني حديثة الكلام عليها لأن الكلام بدأ لما اكتشفنا أن الجزائر هي رابع دولة في العالم من احتياطي الغاز الصخري بعد, بعد, بعد الصين والمكسيك والولايات المتحدة الأمريكية خليني نقول لك في اواخر او في بدايه سنه 2014 ومع سنه 2015 كان هناك قلاقل كبيره ربما تدخل ربما كان النقاش قبل ان تزيد الازمه الاقتصاديه على الجزائر قبل ان تزيد وطاتها علينا كان الحديث بمنطق ايكولوجي بيئي يعني ان هذا الاستغلال سوف يؤثر على مخزونات المياه الجوفيه الموجوده في الصحراء الجزائريه اليوم هل الاقتصادي أو الأزمة الاقتصادية قد وزنها أكبر من المخاوف الإيكولوجية اليوم؟ لا أنه أو أن الضرورات تبيح المحظورات؟ أولاً لما نتكلم عن الأزمة الاقتصادية في الجزائر والأزمة المالية هو أننا لما كانت للجزائر اموال لم تحسن توظيفها في استثمارها وكانوا كل الخبراء يقولون ان الاستثمارات في الجزائر والخلاقه للثروه والقيمه المضافه والناتج المحلي الاجمالي المبني على مجموع القيم المضافه الموجوده في مؤسسات الدوله الجزائريه، المؤسسات الاقتصاديه بطبيعه الحال والمنتجه للثروه، هذا اشكال يبقى مطروح لان الجزائر لغايه اليوم لم تستطع ان تخرج وتوظف البدائل الاخرى، لهذا بقى ربما هي نعمه الجزائر لو يحسن استغلالها لان الغاز الصخري في نهايه المطاف هو ليس وليد الجزائر فقط يعني قلت لك يعني هي رابع دوله الصين موجود في هذا الشيء والفرق ربما بين المجتمع الصيني والمجتمع الجزائري هو ان المجتمع إن الصيني لا يعتمدون على الريع ونحن ادمنا عليه لا أكثر من هذا يعني ثقافة الصينيين لما اكتشفوا الغاز الصخري أنهم أول دولة في العالم عندها خزان من هذا الغاز الصخري داروا حفلة كبيرة داروا مظاهرات كبيرة في احتفالية أقول احتفالية يعني ابتهاجية في الجزائر كان العكس كان هو أن هناك مظاهرات هناك قلاقل كبيرة هناك تخوف وكأن ما فيش ثقة بين ما تقوم به مؤسسة سوناطراك والمجتمع الجزائري وهذا ربما ناقل لأن المعلومة غير موجودة الخبراء لم يكن طرح مسبق لمثل هذه القضايا والاختلاف ظاهر بين المجتمعين يعني بين المجتمع الصيني والمجتمع الجزائري تسويق المعلومة أساسا تسويق المعلومة أنه لماذا؟ عندنا طاقة عندنا ثروة عندنا يمكن أن نعتمد عليها لتطوير الاقتصاد الوطني إلى بعض يعني أركز على العيوب أو المشاكل البيئية التي يمكن أن تحصل الى غايه اليوم الى غايه اليوم احنا مازال ما لقيناش بديل اخر لان جي اي حكومه كانت سواء بسي احمد ويحيى ولا رؤساء يعني وزراء من غيره رايحين يلقاو الاقتصاد الجزائري في هذه المرحله القريبه جدا ما كانش بدائل من غير ما موجود لدينا من القطاع الطاقوي القطاع الطاقوي اللي ربي ربما سبحانه وتعالى رزق هذا الشعب وهذا الوطن بمثل هذه الثروه الكبيره لو أحسننا توظيفها في مراحل سابقة لأن ما يخفاش علينا أن الغاز الصخري في نهاية المطاف مستعمل وموجود ومستخرج في الولايات المتحدة الأمريكية الآن ربما ما هي الشروط لاستخراج هذا الغاز هذا هو الإشكال المطروح وهذا الإشكال لا يطرحه السياسيين يطرحه الخبراء البعض يقول دكتور علوان أنه حتى بدون التحفظ يعني المطلق حول استغلال الغاز الصخري كطاقة يعني آجلاً أم عاجلاً سوف نعتمد عليها يعني لا مفر ربما نعم ربما. لكن يقول لك حتى تكنولوجياً ليس الآن، ليس في هذه الفترة، يعني حتى الأبحاث حتى التقدم التقني في هذا المجال لم يصل بعد إلى المستوى الذي يمكن أن نستخرج هذه الطاقة بتكاليف منخفضة وأيضاً بأضرار بيئية منخفضة. خليني يعني معليش مبدئياً نوافق على استغلال الغاز الصخري لكن ليس الان ليس في هذه السنوات لا يا سيدي الفاضل خليني نقول لك بان الان في تقنيا وما يتكلم عنه الخبراء في هذا الميدان ان هناك طريقتين طريقة تقليدية والتكسير الهيدروليكي وهذا هو الخطر الموجود لان نستعمل فيه كمية كبيرة حوالي 20 مليون متر مكعب وكأن اربعة كات بيسين اولمبيك باش بئر واحد من الغاز الصخري كذلك استعمال اكثر من 150 مادة كيميائية كذلك استعمال طاقة يعني اكثر من 700 بار في في استخراج القوة يعني قوة استخراج التكسير لأن ما يقفش علينا ان هناك طبقه الارض وهناك الماء وهناك الطبقه الصخريه والغاز موجود في الصخر ولهذا هذه الطريقه ربما هي اللي تلوث وكيفيه اعاده استخراج هذا الماء وتنظيفه يحتاج الى الى يعني مصنع تكرار او تكرير البترول بحجمه يعني بنفس حجم هذا هو الاشكال الان الموجود في الجزائر لكن في الدول المتقدمه فرنسا الان زالت تبحث الولايات المتحده الامريكيه وجدوا طريقه حديثه هي التكسير الجاف الفرق والتكسير يعني الجاف ربما ما عندوش آثار الفرق كبيرة فرق جيولوجي خصوصا بين الجزائر والولايات المتحدة لأن الولايات المتحدة نتخذها كمرجع لأنها من أكثر الدول في العالم التي تستخرج وتعتمد على الغاز والنفط الصخري يقول لك أنه جيولوجيا نفطنا في صورة أغمق من الجانب الأمريكي لا 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 خليني نقول لك الاستخراج هو طريقتين طريقة التكسير الهيدروليكي أو طريقة التكسير الجاف الآن الطريقة الحديثة التي يتكلموا عليها لأن لأن حتى أتوقف عند هذه النقطة وأرجع إلى نقطة أهم أكثر هو ما يخفش علينا أن سنوات 25 2025 لغاية 2035 حتى في هذه المرحلة ما موجود لدينا من بترول البير الأكبر بئر اللي هو موجود في حاسي مسعود الآن التكلفة ثقيلة كثيرا على استخراج المواد وأنت كنت طرحت أسئلة وقلت بأن المؤسسات الاخرى ما عادش يهمها الاستخراج في الدول الجزائريه لانه اصبح الجزائر مغريه أصبح توجه استثماريه الجزائريين اليوم ان تكلفه البترول بعد استغلاله لمده سنوات متكرره ولم نساهم في يعني استكشاف ولهذا ربما الدوله الجزائريه في سنه 2013 كانت مرت بند في قانون المحروقات انها تغير وتجعل هذا البند يتسم بالاكتشاف والاستغلال لهذه مثل هذه الابار لكن الاشكال المطروح اليوم ما عندناش بديل تكلفة استخراج البترول أصبحت مكلفة لأن أصبح البترول في أعماق المنطقة نعم. هذه عكس فيما سبق في يتعلق بهذا الموضوع دكتور علوان يقول لك ما إن اشتدت أزمة المحروقات وأزمة انخفاض أسعار المحروقات حتى انتقلت يعني خيارات الحكومة مباشرة إلى الغاز الصخري وكأنها لا تريد ان تخرج من الحلقه المفرغه للريع لان لان في نهايه المطاف اليوم احنا امام امر واقع هو هبوط اضطراري، انا نقول لك يا سيدي الفاضل ما عندناش بدائل كثيره، احلاه مر ولهذا اليوم باش نحاول نعالج قضيه تمويل الاقتصاد الجزائري، البحث اليوم عن البديل الاقرب، البديل الاقرب اللي هو بطبيعه الحال انا لما نقول استغلال هذه الثروه اللي هي موجوده لدى الجزائريين واللي هي اكبر احتياط رابع دوله في العالم، لكن انا السؤال ربما اللي نطرحه انت كصحفي المشاهد الكريم لازم يقتنع به، هو هل الحكومة الجزائرية اليوم لديها الإمكانات في أنها لم تكن آثار جانبية لأن الاستخراج راح يكلفنا بطبيعة الحال، يكلفنا أنت قلت تكلمت على آثار بيئية، آثار يعني متغيرة، تلويث المياه الموجودة في الصحراء كذا، ولكن هناك تكنولوجيا عالية ما على الجزائر إلا الاستنجاد بمثل هذه المؤسسات التي تستخرج مثل هذه المادة، وربما يكون بديل في المرحلة القريبة حتى ممكن أننا نلجأ إلى قطاعات أخرى تكاليف التكاليف لا التكاليف. يمكن أن تشكل لنا مشكل في استقطاب هذه الشركات كل ما نتوخروا كل ما نتوخروا لان الان باش نتوصلوا نستغل هذه الماده هذا الثروه هذه الموجوده واللي تسمى الغاز الصخري والبترول الصخري في الجزائر راح ما يخفاش على الجزائريين والحكومه الجزائريه انه اذا استثمرنا اموال باش نسترجع التكاليف على الاقل ثلاث سنوات كل ما نتاخر انا راح نعطل نفوسنا ولكن كبدايه اولى ممكن جدا ان ناخذ كل الميكانيزمات ونظن بان مؤسسه صناطرا وهذا ما لجأت اليه الدول الجزائريه انه في حكومه من الحكومات يعني السابقه كانوا كلفوا الاستاذ مبتول ووضعوا من لجنه من الخبراء تشتغل مع سوناطراك حتى تمد تقرير مفصل على استغلال مثل هذه الثروه في هذا الظرف دكتور اسعار المحروقات منخفضه ليست منخفضه ربما هي ارتفعت في قبل ايام الى اعلى مستوى منذ جويلي 2015 اتمنى تزيد ترتفع اكثر على كل حال، لكن عموما هي منخفضه وهذا الانخفاض تاع اسعار المحروقات في السوق العالميه هذا جانب اخر يجعل الشركات التي ربما تريد ان تستغل الغاز الصخري تبتعد عن هذا المجال يعني يعني اذا كان النفط التقليدي هو منخفض بتكاليف استخراجه منخفضة نسبيا مقارنه مع النفط الصخري فما بالك بالغاز الصخري اللي هو تكاليفه مرتفعه ولما نجي نبيعه في الاسواق العالميه راهي الاسعار منخفضه لا مش بالطريقه هذه لان حتى الولايات المتحده الامريكيه في بدايه استغلالها كانت التكاليف فريمون مرتفعه والاستثمار في بدايه الامر كان مكلف لكن مع مرور السنوات استطاعت هذه المؤسسات ان تتنفس واصبحت الولايات المتحده الامريكيه اليوم تتكلم على الاستقلاليه الطاقويه وانها وضعت في قانونها في 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 القوانين الاساسيه انها ممكن للمؤسسات الخاصه لان كان ممنوع ان المؤسسات الامريكيه اللي تنشط في هذا الميدان انها تصدر مثل هذه الثروه، لكن اليوم الولايات المتحده الامريكيه عبر هذه الثروه وعبر التكنولوجيا الحديثه وتدنيه التكاليف في هذا الميدان، اصبحت انها تخص من السنه الماضيه انه ممكن للمؤسسات الاخرى انها تصدر مثل هذه الثروه، اذا احنا الاشكال المطروح اذا بقينا ننتظر وحنا عارفين بان ما لدينا من احتياط بترولي ممكن انه بعد سنه 2035 راح ينفد في الجزائر. يعني الجزائر اذا رغما عنا رغم الى الغاز الصخري لان كل ما نتوخروا راح ندخلوا الجزائر في دوامه اخرى لان الى غايه اليوم لم نستطيع ان نجد بدائل اخرى لو عندنا بدائل اخرى لتمويل الاقتصاد الجزائري ولتنوير الاقتصاد الجزائري ممكن نخليوها كهولندا مثلا عندهم غاز وعندهم بترول غير مستغل لانهم عندهم ميادين اخرى قطاع زراعي قطاع فلاحي كذا هذه القطاعات قطاع تكنولوجي كثير في هولندا يعني ماشيين بسرعه كبيره في ميادين اخرى لكن الجزائر اليوم كبديل هل نذهب الى هل يعني ننتظر الجزائر الى غايه الذهاب الى الافلاس ونصبح مش قادرين حتى على الاكتشاف والاستخراج ويعني وآ مرحله مرحله الشركات ممكن تزيد علينا, تزيد علينا, علينا أكثر, فاكثر لماذا لان في نهايه المطاف هذه الشراكه لان الان ممكن جدا البارح فقط كان 50 دولار اليوم راهو في 60 دولار معناتها ممكن جدا لظروف معينه والاستراتيجيين الخبراء يتكلموا بان منطقه الشرق الاوسط ما انت ما راحش تبقى في هذه الحروب ما راحش تبقى في كذا ما انت راح تكون معدلات النمو راح ترتفع لما ترتفع معدلات النمو معناتها حتميه التنميه الاقتصاديه في هذه الدول تتطلب طاقه كبيره وانت تعرف بان في كل عمليه اقتصاديه في كل عمليه انتاجيه نستعمل الطاقه الان معدلات النمو المشكل انه ربما من حيث مزاج اسواق النفط العالميه دكتور علوان انه كان كل ما حصلت مشاكل في منطقه الشرق الاوسط ارتفعت الاسعار يعني ما دام انها المنطقه ربما مرحلية. المنتجه الاساسيه في العالم المصدره للنفط لكن هذه المره المنطقه شرق القوس اشتعلت مش فقط مشاكل اشتعلت في مشاكل وازمات وتهديدات وملف نووي ايراني وازمه خليجيه وحرف اليمن وحرف سوريا وحرف ليبيا والاسعار منخفضه لماذا لان هناك هناك معيار حتى ما يخفاش على المشاهد الكريم وعلى الصحافه وعلى المهتمين ان حتى هذه الماده اصبحت تباع في السوق السوداء عن طريق دوله داعش مثلا في العراق ان هذا البترول هذا يصبح يتباع في ليبيا باسعار منخفضه بطرق غير رسميه حتى ومن ثم كردستان تبيع كردستان تبيعه رسمية. ايران الان دخلت في عمليه الانتاج ومطالبه منظمه الاوبك انها ترجع الى حصتها الاولى هذا كله راح يخلي الاسعار تنخفض مباشره ولكن لو تصبح دول قائمه كما كانت من قبل وتحتاج الى تنميه لاحظ فقط ما هو السبب اللي خلات مثلا الان ترتفع من 50 60 دولار يقول الخبراء ان ما وقع في الولايات المتحده الامريكيه من الـ يعني الـ الكوارث الطبيعيه الجو الاعصار إيربا, إيربا وكذا راه خلف يعني كوارث ماليه كبيره ومن ثم تحتاج الولايات المتحده الامريكيه الى تنميه هذه المناطق ومن ثم تحتاج الى طاقه والطاقه تدخل في كل عمليه انتاجيه يا سيدي الفاضل وعلى هذا ما يخفاش علينا انا ك يعني وجهه نظر ربما مش مختص 100% في هذا القطاع لان هناك مختصين اكثر في قطاع المحروقات، لكن ما لدي من علم ان الجزائر يعني اذا ما مشيناش اليوم ممكن راح نزيد نتاخر، احنا ماشيين ماشيين، دونك نوفروا الشروط، الحكومه الجزائريه ربما كبديل الان ل... لازم نغزو اسواق اخرى، اليوم نيجيريا تتكلم على انها تدخل الى اوروبا، اليوم روسيا تريد انها تدخل الى اوروبا، احنا الى متى مكروزين لي والتكاليف تاع استخراج البترول التقليدي يكلفنا لان قلت لك باللي طبقاته الان منخفضه جدا في اكبر نعم، في حسن وعفوا على هذه المعلومه يعني ان وزير الطاقه سيد مصطفى قيطوني تحدث عن مراجعه قريبه لقانون المحروقات وقال انه يجب ايضا ان نتماشى مع عصر انه اصبحت الشركات البتروليه العالميه عازفه عن الاستثمار في الجزائر وقال انه الشروط الجبائيه ينبغي ان تتغير شكراً جزيلاً بما يحفز اكثر هذه الشركات خليني نقول لك بان الجباية على على هذه المؤسسات تقترب من 60% من 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 ارباحها من مدخلاتها وهذا هذا يعني الجزائر ما تبقاش في هذه كانت تبحث على مصادر اخرى مثل الغاز الصخري مثل حفر ابار اخرى والاستكشاف والميادين هذا ونخفف من حتى هذه الشركات لا تلجا الى الذهاب الى دول اخرى مثل مثل الدول المجاوره ليبيا والدول الاخرى لان الاكتشاف موجود وعلى هذا هذا لي تاكس كامل قاعده 49 51 انت تعرف بأن المؤسسات البتروليه اللي تنشط في الجزائر عندها صعوبات من ناحيه تشريعيه الجزائر يعني كلها ما لازمش تساهم في تفرض عليها انها من الارباح تزيد الضخ كاستثمار وهذا غير موجود في الدول الاخرى في الجزائر موجود بالنسبه لهذه المؤسسات، هذا هو العزوف من هذا يعني منطق تشريعي بحت وكان الجزائر كان عندنا احنا هذيك الحمائيه على الاقتصاد الوطني لا 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 أنه من باب سيادتنا ومن باب انه هذه ثرواتنا وانه فتح الباب يعني وهذه الشركات الاجنبيه ومتعدده الجنسيات ما تفراش يعني بعض الدول يعني استطاعت ان هذه الشركات ان تمتص ثرواتها من دون ان تستفيد منها شعوبها كان نقول بواحد المنطقة مايش ما فرنسا اللي قوية الجزائر اللي ضعيفة يا سيدي الفاضل إذا هذا الكلام أن هذه المؤسسات راح تأخذ كل في نهاية المطاف هي هي المؤسسات الكبيرة واللي هي مؤسسات إنجليزية ومؤسسات أمريكية يتحكموا في النقل يتحكموا في الاكتشاف يتحكموا في الاستغلال يتحكموا في الأسواق إذا أنت وين راح تتكلم على منطقة وأنهم راح يجوا كما يقولوا يعني شروطنا إحنا ضعاف أمام مثل هذه المؤسسات هل المؤسسة سوناطرا قادرة تنافس مثل هذه حديث المؤسسات؟ سيد حول تعديلات في الجباية بخصوص هذه الشركات ما الذي يقصده بالضبط مثلا كيف يمكن أن يكون التعامل الجبائي مع هذه الشركات مستقبلا التعامل مستقبل؟ الجبائي أنا نظن أنه لازم ينخفض إلى أقصى الحد أقصى حد ممكن كالدول الأخرى لأن الجزائر قلت لك الآن لو نحسبوا هذه الضرائب كلها مم. لطاكس هذوما الموجودين اللي ما عنديش تفصيل عليهم 100% لكن يوصلوا إلى أكثر من 60% سيدي الفاضل شكون اللي وزيد تفرض عليه أنه من الأرض الربح تاعو لازم يستثمر جزء منها في في الجزائر يعني تفرض عليه بعض بعض الغرامات اللي ربما عنده بدائل اخرى دول اخرى اللي تقدم له تقدم له تسهيلات كبيره اليوم ايران لو تنفتح على مثل هذه المؤسسات ربما راح تقدم خدمه كبيره لان الاقتصاد الايراني لم يبقى يعتمد على القطاع البترولي فقط احنا يعني الفخ اللي طاحت فيه الجزائر اننا بقينا نعتمد على هذا القطاع يعني كل شيء اصبح اليرجيك بالنسبه لي في هذا القطاع، لو غيرنا النظرة للاقتصاد الجزائري يصبح لدينا نتعامل بمرونة في هذا الميدان بالذات حتى مع المؤسسات الأخرى لأن كل ما راح يجي هو فائدة نعم. للجزائر وإعادة توظيفه، إذاً احنا يعني ما باخر باخرة تغيير الاقتصاد الجزائري، بقينا في هذا لأ وكأننا خايفين من الفقر وعايشين فيه، لا يا سيدي الفاضل لازم الأفكار الدولة الجزائرية تتغير بطريقة أخرى أنها هناك منطق المنافسة، منطق أنك تبحث على تغيير وجهه الاقتصاد الجزائري. نعم ربما اليوم نخرج شويه على هذا الموضوع، اليوم الصحافه الوطنيه تحدثت عن بعض الخطوط العريضه لقانون الماليه 2018، حديث عن زياده في اسعار الوقود واسعار التبغ والكبريت وايضا حتى في الفليكسي بعد ثلاثه اشهر يعني بعد حلول عام 2018. شوف. هل نحن ماضون نحو مزيد من شد الحزام؟ خليني نقول لك وهذا الشد يعني مقارنه بالسنه الماضيه كم لا. نسبته؟ يا اما نتكلموا بالشعبويه بالشعبوية يا إما نتكلموا بالذكاء الاقتصادي خليني نقول لك أن إذا كان الحكومة الجزائرية هي أمام محطة أو منعرج بالنسبة للاقتصاد الجزائري خطير جدا أن تصبح الجزائر ربما الخزينة العمومية في عجوزات مختلف السنوات وهذا هذا ما يتخوف منه ربما المسؤولين في الجزائر ربما القائمين على القطاع الحكومي لأن في نهاية المطاف لما نفرض ضرائب على مواد ما تمش مختلف الطبقات خليني نقول لك باللي بيناتنا سي نكونوا جزائريين بسطاء اللي يحكم التليفون نهار كامل الصباح هو يتكلم يعني فارغ شغل يعني بور وي بور يحكم تليفون بالساعتين وهو يتكلم باموال الخزينه العموميه ولا بدراهم وبسوارده هذا تبذير في نهايه المطاف كل اللي ما يعني لا ما يطفيش خلاص يخلي الانوار كلها مشتعله في كل اللي يحكم سياره ومعمرها القزوال وهو يدور في الطريق يعني لا شغل ولا مشغله آه زدنا حتى السيركيلاسيون كل بيت الان عندها وهذا ما نحسدش الجزائريين شيء جميل ان الجزائريين يكونوا في رفاهيه لكن يا سيدي الفاضل حتى درنا علم المجتمعين علم الجزائريين التبذير احنا اغنياء على الهولنديين يا سيدي الفاضل ما يستعملوا الفيلوات ما اغنياء كما الهولنديين لكن في ثقافه الهولنديين انهم الدخل تاعو يصرفوا بمنطق ذكاء اقتصادي بأنه انه يرشد هذه المداخيل تاعو وفي نهايه في نهايه الدوره وفي نهايه الشهر تلقى عند الهولندي ما يسمى بالاحتياط وتعودنا على هذا الوضع تعودنا عليه لماذا ولكن هذا ما يعنيش هذا ممكن يعني سعلي. ما وش حتميه على الجزائريين اننا نبقى مبذرين ان المبذرين كانوا اخوان الشياطين هذا ديننا يقول هكذا يضرب حتى... حتى, في مرحله الفطام لازم مرحله انتقاليه يعني, يعني... مش مباشره لا معليش كان مرحله مب لكن هناك ضروريات لا يجب المساس بها الطبقه المجتمع الجزائري يعني أغالبيتها متوسطه الثروه الان ربما كما قال سي احمد ويحيى واكد لنا الرقم ان 10% فقط اللي تمس الضريبة على الثروة وكأن الثروة عند 10% من الجزائريين و90% من الجزائريين لا يمتلكون الثروة وما يمتلكون دخولات يومية يعني شهرية جزء جوج جز. ولهذا هذا هذا الصالير هذا اللي راه موجود على الجزائري ما لازمش نعمر أنا بلان تاع ليسونس اللي ونبقى ندور في الطريق بدون مشغلة السؤال الأخير دكتور حميد علوان يتعلق بالصيرفة الإسلامية في الجزائر كثر الحديث عنها في الآونة الأخيرة في إطار الحلول حلول الاقتصاد الوطني هل فعلا تستطيع الصيرفة الإسلامية أن تكون عامل ايجابي في نشاط المصرفي الجزائري خصوصا في تحدي اساسي ورئيسي وهو الكتله الماليه الموجوده في السوق السوداء هل هذا التعامل الاسلامي سوف يجعل تحفظات يعني جانب واسع من الجزائريين حول وضع اموالهم في البنوك وعبر القنوات البنكيه الرسميه يزول هذا الحاجز شوف السوسيولوجيين يقولون بأن الإنسان هو ابن البيئة تاعه ابن المحيط تاعه ابن ثقافته ابن عقيدته ابن ديانته ابن ما يتصوره في عقله من ثقافه ومن دين ومن عرق ومن انتماء ومن كذا لما لما المجتمع الجزائري تمشي او الحكومه الجزائريه تمشي وهذا هذا شيء جميل جدا هذا الشيء من احمد ويحيى شجاع شجاعه كبيره انه كانت فيما سبق اننا نتكلم على الصيره الاسلاميه وكاننا ننادي بدوله اسلاميه لتطبق كل الحدود وكل الشرائع وكل حتى الدول الغربيه بمنطق تعامل اقتصادي أيوة براغماتي فتحت المجال امامها واسع لأن اليوم ما بقى مشكل ايديولوجي لدى الجزائريين واظن هذه هي مرحله الانتقال الى افكار اخرى ماذا يريده المجتمع الجزائري المجتمع الجزائري يا سيدي مقتنع انه الربا ما ياكلوش كما مقتنع انه ما ياكلش الخنزير يا سيدي الفاضل ما تقدرش توكله له بالسيف ولهذا انت اغتنم الفرصه ما يطلبه المشاهدون اقولها على المباشر الجمهور يعني... عايز كده ايوه آي 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 الجمهور عايزين هذا ال... هذا الكلام هذا خليني نقول لك بان الدوله الجزائريه كان من الافضل يعني بطريقه ذكيه اننا نستغل ما موجود من فرص لدى المجتمع الجزائري ومن عقائدهم ومن ديانتهم ومن ثقافتهم ونستغل الجانب الاقتصادي في هذا الميدان بالضبط لان لما يقتنع الجزائري بشيء خليني نقول لك انه يقتنع باللي كيساهم يبني في مسجد صدقه آه ويدخل بها الجنه شوف المساجد عبر الوطن الجزائري ربما 80 90% من 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 الشعب الجزائري هو اللي مول في بناء هذه آه اذا الصيرفه الاسلاميه راح يروح لها جزء كبير من المجتمع الجزائري لانه يعتقد اعتقاد كبير ان في هذا المجال هو راه يمول راه يستثمر في امواله بطريقه تقتنع يقتنع بها دينيا لان في نهايه المطاف ما نقدروش نفرضوا عليه ثقافه او لغه معينه لأن الجزائري لازم تقول له في بيتك تتكلم الانجليزيه ولا تتكلم العبريه لا يا سيدي الفاضل خليه مرتاح الجزائري هذا اعطي له ضمن البيئه اللي هو عايش فيها ومن ثم السيره في الاسلاميه انا خليني نقول لك بان الاموال راح تصبح موجوده في هذه البنوك الاسلاميه وفي هذه الشبابيك الاسلاميه المعاملات التجاريه لان اليوم الجزائري اللي يخبي شكاير تاع في داره هذا خطر بالنسبه لي لما يلقى بديل اخر بقناعاته ممكن جدا ان امواله تصبح تشتغل تصبح تشتغل داخل جهاز رسمي تستفيد منه أشكره. الدولة الجزائرية والخزينة العمومية والمجتمع الجزائري في نهاية المطاف يا سيدي الفاضل اشكرك جزيل الشكر الدكتور حميد علوان استاذ اقتصاد بجامعه الجزائر، كنت معي في موضوعنا الاول في البلاد اليوم، تحدثنا حول الغاز الصخري، تحدثنا حول قانون المحروقات الجديد وايضا حول مشروع الصيرفه الاسلاميه في الجزائر. طبعا مشاهدينا الكرام بعد فاصل قصير ننتقل الى موضوع السياحه الصحراويه في الجزائر، اين نحن فيها؟ اين نريد ان نذهب؟ هل يمكن ان نكرسها كوجهه اساسيه داخليا ونستقطب سياحا باعداد مقبوله من الخارج فاصل قصير ثم نواصل